كما في هذا الأسبوع أيضا كذلك انتقل إلى جوار رحمة الله أحد المؤمنين الأخيار من أهالي جزيرة تاروت الحاج حسن المحسن، وانتقل بجوار الإمام الحسين عليه السلام، والذي كان حسب الظاهر ولا نزكي على الله أحدا، ولكن نحن نتعامل في هذه الدنيا بحسب الظاهر، الذي بحسب الظاهر قد ملئ إيمانا من قرنه إلى أخمص قدمه، وكان وجهه يقطر إيمانا. وكم نحن بحاجة لأمثال أولئك الأفذاذ، والذي كان محبا للناس والمؤمنين، حتى أنك إذا سلمت عليه تتركه وهو يقف متوجها إلى القبلة يدعو الله إليك. فرحمة الله عليه جميعا. نقرأ لهما سورة المباركة الفاتحة.